بحثاً عن وطن جديد على أمل بأن يكون أكثر أماناً وديمقراطية. عشرات الآلاف من الإسرائيليين غادروا منازلهم منذ 7 أكتوبر ولم يعودوا إليها حتى اليوم. تحت عنوان في إسرائيل وخارجها، اليهود يغادرون منازلهم بحثاً عن أماكن أكثر أماناً، كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن تزايد ملحوظ في عدد اليهود الذين يغادرون إسرائيل منذ اندلاع الحرب، واصفة ذلك بأنه عودة إلى التيه من جديد. الصحيفة عرضت في تقريرها قصصاً لأشخاص تركوا إسرائيل، موضحة بأن الدوافع تتنوع بين الخوف من الحرب وانهيار الديمقراطية ومعارضة الحكومة وارتفاع تكاليف المعيشة، أو الخوف من معاداة السامية وتراجع التضامن مع إسرائيل. الواقع الذي تناولته الصحيفة يتجلى أيضاً في البيانات الأخيرة الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، والتي تكشف عن مغادرة أكثر من 42 ألف إسرائيلي في الفترة بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، ولم يعودوا حتى يوليو، أي بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. أما في أكتوبر 2023 وحده، فشهدت الهجرة قفزة دراماتيكية، حيث غادر أكثر من 12 ألف إسرائيلي ولم يعودوا بعد، ما يمثل زيادة بنسبة 400% مقارنة بأكتوبر 2022.